وإذا به يغشى عليه بعد أن أفاق من غشوته صرخ وقال: يا حسين يا حسين يا حسين، أحبيب لا يجيب حبيبا، وأنى لك الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين جسدك ورأسك، ألا إن قلوب المؤمنين بفراقك والهة حزينة. ثم قال: أشهد أنا قد شاركناكم في الثواب. يقول عطية: قلت له كيف شاركناهم في الثواب والقوم قد فرق بين رأسهم بين رؤوسهم وأجسادهم، نحن لم نطأ واديا، لم نرتفع على تل، لم نقاتل. قال: بلى سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عمل قوم حشر معهم، وأنا أشهد أن نيتي ونية أصحابي، نيتكم أيضا، وأنا أشهد أن نيتي ونية أصحابي على ما عليه الحسين، عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا جابر أخشي عليه لما شم تربة أبي عبد الله. إذن ما حال أخوات الحسين وزوجات الحسين وبنات الحسين وعيال الحسين لما وصلوا إلى كربلاء؟ وصلوا إلى مفترق طرق. قال البشير بن النعمان لزين العابدين: هذا طريق يؤدي إلى المدينة، وهذا طريق يفضي إلى كربلاء. قال: مولانا أدبا أسأل عمتي زينب. سأل عمته زينب، قالت: يا ابن أخي قل له يعرج بنا على كربلاء. عرج مولانا زين العابدين، عرج على كربلاء، قال له: عرج بنا يا على أرض كربلاء. يا ويلي يا ويلي، يقول لحادينا يمر بالغاطرية: نسلم على الوالي وننصب لعزي. قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزوره ونشوف هندفن وين، وانظر تكفن لو بقى من غير تكفين، واسكن مع ولا ريد هالدنيا الدنية. إلا صاح العليل مدمعاه بالخد مذرو: اصنع معانا اليوم يا نعمان معروف، عرج بعماتي وخواتي بارض لطفو. قال: فلعصي لك أمور يا ابن الشفية. عجل على عرج على قبر الشهيد وزاد لنياه، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح.
وزينب تنادي واعز انقضى وراح وقصدة القبر حسين بالعيلة سوي نوب تقوم ونوب تقعد والدمع سيه وهوت على قبره من بين المدالي تنادك شوفوا تراب القبور بدخل بنظر حسين يا ويلي اللي صدت ونادت قوم دليني يا سجار جاسم واخوته وين مدفنهم ولولا وظنوة عقيل وجعفر الظفر لم جاء قالها بقبر كلها السلالة الهاشم وما علي الأكبار دفنت يم أبونا شفت وشعبني وقليت لازم تفردونا وأولاد عبد الله بن جعفر يا حزينة كلها بقبر وام الرضيع بصدر بيا ما هي إلا لحظات وصلت قافلة الحسين نحو كربلاء لما وصلت القافلة عند القبور أخبر مولانا زين العابدين أن هذا هو قبر الحسين فعندئذ رمت سيدتنا زينب بنفسها من أعلى الناقة أيوا سيدتا فلما رأت تلك الثاكلات ما صنعت سيدتنا زينب المرأة الوقور المرأة الجليلة التي لم تحتمل أن تهبط وتنزل من على الناقة المرتفعة حتى رمت بنفسها على ذلك القبر فعندئذ رمت تلك اليتامى وتلك الثواقل بأنفسهن على قبر الحسين يا ويلي رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري وهوينا كما تهوى أوراق الشجر نادى جينا وعلى قبرك قعدنا نخنا يا عزنا وضمدنا يا هاي المحامل قوم ردنا اي هاي المحامل قوم يوم ريدنا لأرض المدينة وطن جدنا ما هي مناسبة الغربة تردنا ما هي مناسبة الغربة يا تريدنا يقال أن زينب أخشي عليها على قبر الحسين ومن حقها أن يخشى عليها وبعد غشوتها نظرت إلى من معها قالت قم يا أبا عبد الله واستقبل حرمك وأيتامك فقد جئت بهم وكانوا معي في بطن عيني أحافظ عليهم ها هي أمانتك قد ردت إليك
ها هي أطفالك، ها هي أولادك، ها هي نساؤك. يا ويلي يا نبع عيني لباري لك عيالك، والموت لو يرضى بذلك رحنا يا ابو اليمه في ذلك. يا ولي فاقت ندهت هذه عيالك اللي خلفتها عندي مع ايتامك، ما حد بالعدد منهم حجالك. ويسر الشام ما جدتك اخباره، لكن اسمع ماذا سمعت. خيال الشاعر يروح إلى أبعد ويقول الإمام الحسين كلم زينب، قال زينب هناك طفلة ناقصة، هناك يتيمة لم تأتي مع العيال، سمعت صوتي يندب طفلتي وين اليتيمة، ليش ما هي ويا النساوي؟ تقل ماتت فاطمة بالشام يا حسين، بالله شافت راسك مصابة ومصارة، اي شافت راسك مصابة يا مصارة. ثم جعلت تلتفت يمينا وشمالا، علم زين العابدين أن زينب تبحث عن قمر العشيرة، جاء إليها قال عما ما تريدين؟ أتريدين قبر أبي الفضل العباس؟ قالت بلى، علي بابن والدي، أين قبر ابن والدي؟ فأشار إلى ناحية العلقمي، قال ها هنا بطل العشيرة، ها هنا قمر العشيرة أبو الفضل العباس. فنادت على النساء وعلى الأيتام، قمنا لزيارة أبي الفضل العباس. يا ويلي يا ويلي، راحن على القمي وقعدن وقامن ونت الثكلة يونين، وحمام الدوح من عدهن تعلم، اي وحمام الدوح من عدهن تعلم، جات وقعت على قبر أبي الفضل العباس ونادت عباس ماني من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت، بعت السهم مني وبليتون بها العيا. تحرك يا والي صاحبي النفس الأبية، وقالها يا زينب ضيعتك غصب علي، يا عزيزة الكرار عاقتني المنية، جثة بلا راس ولا يا يمنى ولا شمال، يا نازلين